إلا الله وما استغفرناه وما كناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سلام هدية منا واصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح أزواجه والذرية وأصحابه والتابعين وتابي تابعين برحمتك يا أرحم الراحمين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل وبذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى الروح المرحوم بادوك سري سلطان برك برحمتك يا أرحم الراحمين سلطان أزلان محب الدين شاه المغفور له برحمتك يا أرحم الراحمين ابني المرحوم سلطان يوسف عز الدين شاه غفر الله له وأصوله وفروعه ومن ينتصب إليه أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة وأن الله يكثر مثوباته ويضاعف حسناته ويجعلنا من حزبه وينفعنا به وبعلومه وأسراره في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ضاعف لهم رحمتك ورضانك علينا وعليهم أجمعين اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح والدينا ومشايخهم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة أمه برحمتك يا أرحم الراحمين من مشارق الأرض إلى مغاربها واجعلنا في السادات الحاضرين عم الجميع برحمة والرضوان ودخلنا ياهم في فاسح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جناتك جنات الخلود إلى ظل ممدوء وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك يا أرحم الراحمين.